سالاد فروي بسويهلة. سويهلة اللي هو الكنتالوب. طيب هنحتاج فيها كنتالوب، ناخد كنتالوب كده ونفضيه من جوه، بس الحاجات اللي هنفضيها مش هنرميها، هنقطعها بالشكل ده لأننا هنحتاجها معانا. نعمل أي نوع فاكهة إحنا عايزينه أو إحنا بنفضله. أنا النهاردة حبيت إنه الموضوع يبقى غني وفيه ألوان كتيرة قوي، وكل ما كترنا الألوان في الفاكهة كل ما كان فيه فيتامينز أكتر وأكتر وأكتر. طيب خدنا هنا الكنتالوب، قلنا هناخد الكرش ديال الكنتالوب أو الداخل ديال الكنتالوب وهنقطعه بالشكل ده. خوخ، برتقان، وبلوبيري، توت أحمر وتوت أسود، وهنكتفي بالفاكهة بالشكل ده. بالنسبة للخلطة اللي هنعملها معاهم، هنحتاج حليب محلى مكثف، زبادي بطعم الفانيليا. لو ما فيش زبادي بطعم الفانيليا هناخد الزبادي السادة وهنحط عليه فانيليا، يا باودر يا الفانيليا السائلة، وعواد قرفة للتزيين، شوكولاتة للتزيين، وده سكر عادي بس أنا حاطة عليه نقطة من الملون الغذائي. الملون الغذائي صحي جدا لأنه هو أوريدي مستعمل من السكر أو مصنوع من السكر، وصوص كراميل برضو للتزيين. طيب خليني أخد الفاكهة بتاعتي كلها. زي ما قلت لكم أنتوا هتعملوا الفاكهة اللي أنتوا عايزينها زي ما تحبوا. زي ما قلت لكم ممكن تعملوا الفاكهة اللي انتوا حابينها، ممكن نضيف عليها تفاح، ممكن مانجا، اللي انتوا عايزوه، بطيخ برضو، البطيخ احمر هيبقى حلو قوي. ممكن نعملها في بطيخة، الفكرة دي ممكن نعملها في بطيخة كمان تبقى حلوة جدا. عايزة بس اسيب كم واحدة من هنا ومن هنا، وهاخد كمان كم حبة كده واسيبهم عشان ازين بيهم في الاخر خالص. طيب احنا حطينا كل حاجه، هحط الفانيليا بتاعتي، حطينا اللبن، ونحط الزبادي. طيب خلينا نشيل دول من هنا ونبتدي نخلط في كل حاجه. عايز اقول لكم بيبقى طعمها سهلة جدا وسريعة جدا، مش هتاخد منكم وقت، وهيبقى طعمها معاكم حلو قوي. بس اهم حاجة اخلطوا كل حاجة كويس قوي. في عندنا في المغرب حاجة اسمها سيروسبور، حاجة قريبة للشربات، بس هي غير الشربات، طعمها غير الشربات تماما، بتتحط في الفروت سلطة تدي طعم حلو جدا. خلينا احنا كده جهزناها، هحطها على جنب وهروح هشوف أنا عايزة أقدم الطبق إزاي. طيب خلينا طيب الشوكولاتة إحنا قلنا هي إحنا هنزين بيها، تبقى أفكار بسيطة قوي بس بيبقى شكلها حلو قوي. خليني وهي سايحة أحط عليها السكر بتاعي عشان يمسك فيها. احنا يعني نعمل أفكار للتقديم يبقى شكلها حلو، فقلت ألون السكر باللون نفس لون الكنتالوب عشان يديه منظر حلو. خلوني أشيل دول أو خلي الشوكولاتة دي، ممكن نعمل بيها حاجة تانية. أغسل إيدي وارجع نكمل مع بعض. طيب هناخد الكنتالوب بتاعنا، انا هحطهم كده جنب بعض هنا وهبتدي املى، بس عشان ما بوظش الطبق خليني اعملها بالشكل ده. كل ما كانت الالوان كتير كل ما كان الموضوع احلى واحلى واحلى، وبيبقى طعمها اساسا التست بتاعها بتبقى حلو قوي، ما بتبقاش محتاجه خالص، ما بتبقاش محتاجة خالص يعني بصوا تبقى بالشكل ده. انا اللي قصده اني انزل منها الصوص بتاعها، يعني انا قصده ده بالشكل ده. طبعا انتوا ممكن تقدموها بالشكل اللي انتوا عايزينه. انا هاخد هنا
طبعا انا مخلياهم بس عشان ينطقوا اللون، بس هو في الاول وفي الاخر كله بيبقى مع بعضه. خليني احاول اكسر على قد ما اقدر. طبعا تبقى القرفه عندكم هنا ناشفه جدا على فكره، بجيبوها لي متكسره. ايوه كده، خليها كده. اوكي خلينا نحط ده هنا عشان مش هنحتاجه، ونشيل دول ونعمل اخر تاتش بتاعنا قبل ما نقدم صوص الكراميل. اوكي صوص الكراميل بطريقه بسيطه عادي رايح جاي كده. خليني ازود هنا عشان عيشه بتحب الكراميل. واللي حابب يزود شوكليت تاني برضو عليها يزود، اللي مش حابب يكتفي بالكراميل بس. انا هكتفي بدل اني انا الشوكولا انا خدتها بس للتزيين لا اقل ولا اكتر،